يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين أجمعين من النار. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. إخوة الإيمان، الناظر إلى أحوال نفسه وإلى أحوال المؤمنين عموما يجد أن الجميع أو أن جل الناس يشتكون من انعدام أو من انعدام الإخلاص والشعور بحلاوة العبادة مهما كان نوعها وصنفها. الناظر إلى أحوال نفسه يطرح هذا السؤال مرارا وتكرارا: لماذا نفقد هذه الحلاوة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ذاق حلاوة الإيمان؟ لماذا نفقد هذه الحلاوة مباشرة بعد موسم من مواسم الخيرات والبركات، كموسم الصيام وكموسم الحج وكمواسم كثيرة تتاح لنا كفرصة لتنقية الباطن والظاهر؟ ترى ما هو السر وراء هذا؟ لو فهمنا هذه الحقيقة وتدبرناها واستشعرناها استطعنا حينئذ أيها الإخوة والأخوات أن نحصن أنفسنا من هذا الوباء، لأن الصحابة ما كانوا يشتكون مما نشتكي منه نحن الآن. وتصوروا أن أبا بكر رضي الله عنه، وما أدراك ما أبو بكر، هذا الرجل رأى نفرا من الناس جاءوا لزيارة المدينة، فحينما سمع هؤلاء الأشخاص، حينما سمعوا القرآن الكريم، بمجرد سماعهم بكتاب الله سبحانه وتعالى بدأوا يبكون، تأثروا بمجرد السماع. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: هكذا كنا ثم قست قلوبنا. يعني يتحدث عن حاله وعن حال نفسه على أنه كان مثل هؤلاء، وهو الصديق رضي الله عنه، ثاني رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، يقول: هكذا كنا ثم قست قلوبنا. وأنا أطرح السؤال: لو كان هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق ينظر إلى حال أمتنا اليوم فماذا يقول؟ فأعود وأقول: إن استطعنا أن نفهم السر وراء هذا استطعنا حينئذ أن نحصن أنفسنا من هذا الوباء ونقترب شيئا فشيئا
من أمثال هؤلاء الأعلام كالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا هو موسم الخيرات والبركات، موسم الرحمات، موسم النفحات، موسم الأجور، موسم المؤاخاة، موسم الصيام قد أقبل علينا، فلا بد أن نستعد له استعدادا حقيقيا لننعم بهذا الشهر العظيم الذي يسميه القرآن بشهر القرآن، وكأنه هو الرابط بينك وبين خالقك سبحانه عز وجل. ولو تأملنا الآية التي تتحدث عن الصيام لوجدنا هذا ظاهرا جليا فيها. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وعلل مباشرة هذه الفريضة أو السبب والعلة وراء هذه الفريضة، فقال: لعلكم تتقون. والتقوى هي ارتقاء بالنفس إلى أعلى المراتب والمستويات. التقوى أن يقي الإنسان نفسه بداية من مكائد الشيطان ومن هوى النفس، هذه هي التقوى، أن يستشعر الإنسان عظمة خالقه سبحانه عز وجل وهو يسير إليه، وهو يتجه إليه، وهو يكدح إليه كما يعبر القرآن الكريم لعلكم تتقون. فالغاية الأسمى من الصيام هي الوصول إلى هذا المستوى وإلى هذه المرتبة، مرتبة التقوى التي تجعلك إنسانا متميزا، إنسانا مختلفا تماما عن الناس أجمعين. فهذه هي الغاية من الصيام. ولكي نحظى جميعا أيها الإخوة والأخوات بالفوز والرضوان، لابد أن نستعد لهذا الموسم، ليس أن نشرع فيه ولكن أن نستعد له من الآن، بل قد تأخرنا شيئا ما، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعدون للصيام مدة 6 أشهر، يعني قبل الصيام بمدة وهي 6 أشهر، وكانوا يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان مدة 6 أشهر، وكأنهم يعيشون طيلة السنة مع هذا الشهر العظيم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما، ويجب أن نكثر من هذا الدعاء في هذه الأيام المباركة، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب، يعني كان يدعو في رجب أو قبل رجب، كان يدعو في رجب ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وكأنه يعيش قبل رمضان أياما، كان يعيش مع هذا الشهر العظيم الذي ميزه الله على سائر الأشهر. أسمع من حين لآخر الناس يشتكون، يقولون: في رمضان تمتلئ المساجد، وفي رمضان الناس يكثرون من الصلاة، وفي رمضان تقل الزلات. هذا ليس شأنك وليس شأني. الله عز وجل ميز هذا الشهر كما ميز مكة المكرمة عن سائر البقاع، وميز الرسل والأنبياء عن جميع وعلى جميع الناس. هذا هو شأن الله وسنة الله في خلقه، فهو ميز هذا الشهر على سائر الأشهر، وصفدت فيه الشياطين تصفد في هذا الشهر. هذا اختيار الله سبحانه عز وجل، وهذا ما أراده سبحانه وتعالى، لكن الذي نحتاجه أن نستعد لنستغل هذا الشهر استغلالا جيدا كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يتضح جليا في حديث يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن نأخذ الأمر بجدية، هذا ليس لعب. الناس يستعدون لهذا الشهر بالمأكل والمشرب، والرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا على أن نستعد له الاستعداد النفسي والروحي والعقلي والعملي كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمنا على أمور كثيرة، حتى لا نطيل نذكر جزءا من الحديث فقط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: آمين آمين. فسئل فقيل: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ قال: إن جبريل صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من دخل عليه رمضان ثم لم يغفر له، فقلت آمين. كان جبريل يدعو على من وهبه الله هذه النعمة العظيمة، ألا وهي نعمة الصيام، لكنه لم يستغل هذه الأيام استغلالا جيدا حتى يقترب من خالقه سبحانه
وتعالى وليرتقي بنفسه إلى هذا المستوى الذي بدأنا به الحديث، ألا وهو ألا وهي مستوى التقوى الذي أرادها لنا ربنا سبحانه أراده لنا ربنا سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وتأملوا هذه العبارة، إيمانا، فالأمر لا يقتصر على الجوع والعطش فقط، ولكن هنالك قوة تبعث من القلب هي التي تسيرك في هذا الشهر العظيم، قبل الشهر وبعده، لكن تنميها وتزكيها وتربيها في هذا الشهر العظيم خصوصا. من صام رمضان إيمانا، أن يستشعر حقيقة الصيام، يعرف حقيقة الصيام، ويسعى جاهدا لنيل هذه الدرجة التي أراده لها ربه سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا ثم يأتي بعد ذلك الاحتساب، أن يحتسب هذا لله سبحانه عز وجل، وأن لينال الأجر الوفير. وأنتم تعرفون جميعا الأجر الذي يناله الصائم في هذا الشهر المبارك، فلا داعي لذكرها وتكرارها، لأن الغاية ليست هي التكرار، وإنما الغاية هي الاستشعار، أن نستشعر عظمة الأمر، وأن نسعى جاهدين لنيل هذا الوسام الذي أعطاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لو تأملنا هذه العبارات الدقيقة والصريحة والقصيرة: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا يحتاج منا إلى جلسة وإلى وقفة محاسبة. دعونا ننظر إلى أحوال أنفسنا، إلى ذنوبنا، إلى زلاتنا، إلى أخطائنا، إلى عيوبنا، ولنتأمل ثانية واحدة تظهر لك العشرات من العيوب، فما بالك بمن تأمل حياته كلها. إذن الأمر ليس بالأمر الإيهيني أيها الإخوة، لابد أن نأخذ هذا الوسام وهذا الفضل الذي أعطاه لنا ربنا سبحانه عز وجل، وأن نتمسك به أيما تمسك، فهذه الفرصة لا تعود أبدا إلى يوم القيامة. قد يوفقك الله سبحانه وتعالى لصيام شهر آخر، لصيام رمضان مقبل، رمضان القابل، لكن هذه الفرصة التي فاتت في السنة الماضية لن تعود إلى يوم القيامة. فرمضان المقبل هي فرصة جديدة، فكم من أشخاص صلوا معنا وصاموا معنا السنة الماضية ولم يصوموا معنا أو ولن يصوموا معنا، قد أكون واحدا منهم، ولن يصوموا معنا رمضان المقبل. هذه حقيقة في هذه الدنيا، لا توجد حقائق إلا حقيقة الموت، إلا حقيقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو افتراضا. إن هناك من الناس يفترضون أشياء غير موجودة. القرآن يقول: ولو افترضتم أنكم في بروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت فهو ملاقيكم. والعبارة يعني واضحة، وكأنك تمشي في هذا الاتجاه والموت آت إليك من اتجاه آخر، فستلقاه حتما، والسؤال متى وكيف. بل الذي ينبغي أن نشتغل به هو الكيف، كيف ألقى ملك الموت، وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن يكرر وأن يطرح. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ولن ندخل كثيرا في الإشكاليات الموجودة في هذا الحديث، يكفينا شرح واحد من شروح العلماء، يقولون بأن الشياطين تصفد وتسلسل بأعمالك، بنيتك، بأقوالك وأفعالك. كلما كنت مصلحا كلما صفدت الشياطين لك، كلما كنت تعمل عملا صالحا إلا وسلسل الله هذه الشياطين، شياطين الإنس والجن. فلا ينبغي أن نغتر بهذا الحديث وأن نقول في رمضان تصفد الشياطين، فلا داعي للاجتهاد ولا داعي للمصابرة ولا داعي لهذه الوقفات التي نتحدث عنها كل حين. العمل
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمن بطاعته يصفد الشياطين في رمضان أيها الأحباب، فينبغي علينا أن نستعد أي استعداد لنصفد الشياطين ولنسلسلها حتى نسير في خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حاسا على هذا الأمر، يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، بل يمتازون عن من يدخلون الجنة معهم، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وكأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا من خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصائم له ميزة وله خصيصة وله شأن آخر، لأنه ارتقى بنفسه إلى هذا المستوى، مستوى التقوى الذي تحدث عنه القرآن الكريم. فينبغي أيها الأحباب أن نستعد لهذا الشهر من منظورين أو من جهتين إن صح التعبير، الاستعداد الروحي والنفسي والاستعداد العلمي والعملي. فالذي نقصده بالاستعداد الروحي أن يحاسب الإنسان نفسه من الآن، وأن يتخلى الإنسان عن زلاته وعن أدرانه وأوساخ قلبه من الآن حتى تقبل، وكأنك تسجل في مدرسة عظيمة الشأن لا يقبل فيها إلا المجتهدون، لا يقبل فيها إلا أصحاب الهمم العالية. فإذا أردت أن تكون جزءا من هذه المدرسة، من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذه المدرسة الرمضانية، فينبغي أن تنقي نفسك من الأوساخ والأدران من الآن، أن تسأل نفسك ما حال قلبي، هل فيه مكان للغيبة والحقد والحسد والضغينة والكراهية، أم أنه مليء بالحب والحنان والإيمان واللطف؟ هذا السؤال الذي بد أن يطرحه الإنسان. كيف هي علاقتي مع أولادي، مع زوجي، مع أقربائي، مع جيراني، مع مجتمعي، مع بيئتي؟ كيف هو حال قلبي مع المادة، مع الدنيا؟ هل أنا منغرق وغارق في الدنيا، ألهف وراء حطام الدنيا ولا ألقي بالا للآخرة، أم لي شأن آخر مع هذه الدنيا؟ هل مالي من حلال أم من حرام؟ كما يقول المصطفى أن يستجاب له، من كان مطعمه من حرام ومشربه من حرام غذي بالحرام أن يستجاب له، فكيف تريد أن يوفقك الله سبحانه وتعالى في رمضان ومالك من حرام؟ وهذه من الأمور التي ستسأل عنها حتما بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ستسأل عنها حتما يوم القيامة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هذه الأسئلة لابد أن يطرحها الإنسان قبل الشروع في رمضان. فشهر رمضان ليس شهر الجوع والعطش فقط، بل هو شهر الارتقاء والتغيير والاستعداد المعرفي، أن نجتهد وأن نسأل وأن نفقه أنفسنا في أحكام الصيام، أن نقرأ كتب العلماء وأن نسأل الأئمة والمرشدين في هذا الجانب. ما هي الأمور التي يجب أن نقوم بها برمضان؟ ما هي المفطرات من رمضان؟ ما هي المكروهات في الصيام؟ ينبغي أن نتعلم وأن نجتهد وأن نسعى جاهدين لأن نصوم صوم الأنبياء، صوم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا كله يؤدي إلى غاية ويؤدي إلى هدف، وهي تزكية النفس وتنقيتها. يقول الله عز وجل في كتابه: قد أفلح وقد فاز من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من دس هذه النفس تحت التراب، من دس أخطاءه وعيوبه فلا يظهرها حتى يشفي نفسه من هذه الأمراض. فدعونا أيها الأحباب نراجع أنفسنا ونراجع أحوالنا ونراجع علاقاتنا بأنفسنا بأولادنا بجيراننا، وخاصة علاقتنا أيها الإخوة والأخوات بالله سبحانه وتعالى. فدعونا نقوي العزيمة ونعلي الهمم لنسعد في الدارين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم.